ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، وهو على كل شيء قدير. سأل أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصة بها نفسه. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا وقدوتنا محمد صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ في الأولين، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ في الآخرين، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ في كل وقتٍ وحين، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وارض اللهم عن آله وعن الصحابة والتابعين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعل بقوتك راية الحق والدين، وانصر جندك الموحدين. اللهم ارفع الهم والغم والكرب عن أمة محمد في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ألف على الحق قلوبنا، وثبتنا على الإسلام يا رب العالمين في الحياة وعند الممات يا رب العالمين. اللهم آمين. ثم أما بعد، معاشر المسلمين، في سلسلة جديدة نتحدث فيها عن النبوة والأنبياء، لكننا نبدأها بطريقة مختلفة. نتكلم أولاً عن انتكاس الفطرة الذي أدى إلى إلحاد كثير من الناس، وأعني بالإلحاد الإلحاد الغربي، وكذلك ما يسمى عند المسلمين العرب على سبيل الموضة، على سبيل إيه؟ الموضة. الموضة زي موضة قص الشعر وتنزيل البنطلون من على جفاه، على سبيل الموضة يسمى عندهم الإلحاد، ما يسمى عندهم الإلحاد. بيقين رغم الإحصائيات التي تذكر 23% من العرب ملحدين، والجنريشن الثالث من العرب في بلاد الغرب في 75% ملحدين، هذا كلام عتا، كلام عتا. في الحقيقة أن من يدخل الإسلام في قلبه لا يتركه أبدا، بل يظل ثابتا فيه. قد يحدث شيء من التشكك لانتكاس فطرته، قد يحدث شيء من التشكك لانتكاس فطرته، ولها أسباب كثيرة. ما الفرق إذن بين إلحاد الغرب وإلحاد العرب؟ إلحاد الغرب دينهم واحد، الآب والابن والروح القدس، والإله هو الابن والابن هو الإله، واندبح عشان خاطر الحرامي والزاني والربوي عشان يدخلهم الجنة. فبالتالي العلاقة سهلة جدا في مع هؤلاء الذين يستعملون عقولهم للانتصار عليهم، خاصة وأن الكنيسة قد فزعت مع الناس وتجبرت عليهم. لكن عندنا ديننا ثابت، إلهنا واحد سبحانه وتعالى، وبالتالي ما استطاعوا أن يدخلوا من جانب الإلهيات، فدخلوا من جانب آخر وهو التشكيك في النبوة والأنبياء. وعشان كده التلفزيونات العربية كان عليها أمثال الهالك لعنة الله عليه شحرور، والهالك اللي اسمه البحيري وغيرهم، مهمتهم إيه؟ السب في البخاري، والسب في أبو هريرة، والسب في الصحابة، ثم ينتقلوا بعد ذلك في التشكيك في الأحاديث، ثم انتقلوا بعد ذلك في التشكيك في الأنبياء، وبالتالي ينهدم الإسلام. هم يريدون ذلك، ما يستطيعون أن يشككوا مباشرة في الإله،
فبدأوا يصطنعون خطوات مثل خطوات الشيطان. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في القرآن لا تتبعوا خطوات الشيطان، خطوة خطوة بيمشوا، خطوة خطوة، وكل مرحلة يصدرون لنا بعض هؤلاء الناس الذين يشككون الناس في دينهم. الأعجب من كده إيه؟ حال المسلمين إيه؟ متكالبين على الدنيا، والذي يعصمهم من هذا الهراء، من هذا الهراء أن يلتزموا بمساجدهم وأن يتعلموا على إيد العلماء الحقيقيين. أنا عارف إن العوام يقولون كل من صعد على المنبر عالم. العوام كده، مش طلعت على المنبر تبقى أنت عم الشيخ خلاص، وقول اللي أنت عايزه بقى، تمشيهم يمين ولا شمال، تخترع دين جديد براحتك، هكذا العوام. إنما أهل العلم غير ذلك، الذين يتعلمون في بيوت الله يثبتون على الحق ويثبتون على دين الله. خاصة وأننا في بلاد، هنا في هذه البلاد ما حولنا الأغلبية الكاثرة حولنا غير مسلمة، كافرة كافرة من طول المقمعهم بيحصل لنا لا يوثحنا كمان. يقول لك يا عم دول الناس طيبين، بقى معقول الناس دول هيدخلوا النار؟ يا عم يقول كلام غير ده، ده ناس محترمين، ده انا بعامل المسلم يا راجل بتحس انه بتعامل مع ابو جهل في معاملاته، انما الثاني نايس بيكلمني حلو وبتسلم لي بتسلم عليا وعمره ما كذب. يا راجل طب هو مش كذب على نفسه؟ مش فطرته فيها ربنا واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا. بلى شهدنا، مش بيكذب على ربنا؟ الفيلسوف الإغريقي اللي مر على مدن لما كانوا بيحتل البلاد قالوا دخلنا مدنا لم نجد فيها قصورا ولم نجد فيها مدارس ولم نجد فيها مستشفيات ولم نجد فيها حصونا ووجدنا فيها معابد. ليه؟ لأن البشر مفطور في فطرتهم، مركوز في فطرتهم أنهم عبيد لإله خالق عظيم هو الله رب العالمين. مش مصدق؟ طب اقرأ معايا في سورة يونس، وهو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وانتم في السفينة، ركبين في السفينة، جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم. ساعتها إيه اللي حصل لهم؟ دعوا الله مخلصين، أي إله وأنتم منكرون؟ دعوا الله مخلصين، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم بيقولوا دي الكلب عمره ما بينعاد، مش انتوا تقولوا كده ولا ايه؟ فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. رجعوا تاني، رجعت ريما لعادتها القديمة، رجعوا مرة ثانية مرة ثانية. هذه مشكلة كبيرة جدا عند الناس. لذلك يا أخي لما بتنظر إلى هذا الأمر تعرف أن انتكاس الفطرة من ورائها أسباب كثيرة جدا جدا جدا. أنت تعيش في وسط هذه البلاد لابد أن تعصم نفسك بالعلم الشرعي والحفاظ على الصلاة في المسجد والحفاظ على معاشرة أهل الصدق والصلاح وأهل الخير. ابتعد عن أهل الفتن وأهل الضلال وأهل الكذب وأهل الحرام إذا أردت أن تثبت على الحق. كذلك من ضمن الأسباب التي نطرحها هكذا إعمال العقل في الأمور الغيبية، أمر غيبي ما تعرفوش، أنت لا تستطيع أن تفهمه. زي إيه مثلا؟ في الذبائح، ربنا يحدثنا عن الذبائح وبعد ما يكلمنا عن الذبائح يقول وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلونكم. يجادلوكم بإيه بقى؟ بالباطل. مثال بسيط في الذبح، الذبح في شروط ثلاثة على سبيل المثال، يعني شرط في الذابح أن يكون مسلما أو يكون من أهل الكتاب، وفي المذبوح انقطع الوددين ويقول بسم الله، يقول بسم الله. فيجي لك يقول لك ايه بعقله؟ يقول لك يا راجل
ده انت تاكل اللي انت ذبحه بايدك واللي ربنا موته ما تاكلهوش؟ ويجي لبله اللي ما بيفهمش حاجه السفيه يقول له اه والله سبحان الله انا ما جاتش في دماغي الموضوع ده قبل كده. يا ابو جهل افهم انما انت عبد لله الذي خلق، قال لك تاكل هذا ولا تاكل هذا، انت لست اله في هذا الكون، انما انت لست اصيلا، انت مخلوق عبد لله سبحانه وتعالى. مثل هذه الامور وقائدهم الشيطان خلوا الفطره عند المسلم تنتكس باسباب اهمها ثلاث. اولاها التكبر، متكبرين فطرهم فاسده ولا يقبلون ابدا اي خير. شوف مش كده وبس، وبيرون الامور بالايه؟ بالعكس. ابليس عليه لعنه الله لما ربنا قال له اسجد لادم عمل ايه؟ ادم ضربه على ايده وقال له ما تسجدش؟ لا، قال له ايه؟ قال له انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من، ومع ذلك قال له ايه؟ قال له انت عارف انا السبب اللي ما سجدتش بسببه ايه؟ هو ادم ده وعياله وذريته، فبعزتك لاغوينهم اجمعين. يبقى لم ينظر لنفسه لكن دور على شماعه يحطها على حد تاني، وبدات العداوه فيما بين الشيطان وبين ادم وذريته، واحنا يعني الى يوم القيامه. الى يوم القيامه الكبر، الكبر خلى واحد مخلوق ضعيف، مخلوق ضعيف يعمل ايه؟ يقول للناس انا ربكم الاعلى، يقول لهم ما علمت لكم من اله غيري، يقول لهم ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد، يقول لهم كده. لكن تعال شوف مركوز الفطره عنده، فكر معايا كده، لما جه يحارب سيدنا موسى فرعون قال لهامان ايه؟ يا هامان ابني لي صرح فين؟ لفوق مش كده؟ لعلي ابلغه الايه؟ عشان عارف ان ربنا ده من صفاته ايه؟ العلي الايه؟ الاعلى. ما قالوش احفر لي بير، انما قال له ايه؟ ابني لي ايه؟ يبقى مركوز فين؟ في فطرته. لا مش كده وبس، فضل متجبر على الناس وهو عارف ان الكون ده لرب، خالق السماوات والارض وما بينهما، خالق النبات والشجر والبشر والحجر، هو عارف كده كويس، ومع ذلك متجبر على الناس، متكبر على الناس. لما ربنا حطه في الموقف المناسب ليه ساعة الغرق ماذا قال؟ قال أنا سأنقذ نفسي لأنني أنا الرب الإله، ولا قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين؟ قال أنا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. طب ما أنت كان عندك عمر طويل، لماذا تتكبر على الخلائق؟ فالذين يتكبرون أكثر الناس عرضة إلى أن يخرجوا من دينهم. لكن الحمد لله المسلمين متواضعين، وعشان كده ربنا ربانا على التواضع اليومي. في كل يوم بتضع ناصيتك، مكان عزك وشرفك بتضعه فين؟ على الأرض، وتقول للإله العظيم سبحانه ربي الأعلى، وأنا فين؟ وأنا وضع أفضل وأشرف نقطة عندي وضعها في الأرض للإله العظيم، وأقول له سبحان ربي الأعلى. التكبر من أكبر الأسباب لانتكاس الفطرة. السبب الثاني العناد، هو جزء من التكبر أيضا. في ناس كده حتى في مجتمعاتنا تلاقيه رافع شعار اللأ على طول، هو بس عشان أنت قلت يقول لك لأ بس وخلاص، ما فيش أكتر من كده. طالما أنت اللي طلع الرأي منك يبقى أنا معارضك، لا على طول. زي مين؟ زي ابو جهل. ابو جهل لما جابنا ابو سفيان في منطقه اجياد فساله سؤال، قال له او تعتقد ان محمد النبي؟ قال نعم، ما جربنا عليه كذبا قط. ده ابو جهل بيقول الكلام ده لمين؟ لابو سفيان. فقال له ابو سفيان ولماذا لم تسلم؟ قال لا، ما نسلم ابدا، ما نسلم حتى يكون من بني مخزوم نبي. يبقى منهم نبي ومنا ايه؟
يبقى العناد بسبب ايه؟ لا احنا عايزين نكون احنا الاثنين في نفس الايه؟ في نفس الدرجة. عشان كده ربنا قال وجحدوا بها ها؟ واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا عياذا بالله. بنو اسرائيل من اكثر الناس الذين ضرب الله بهم الامثله في هذه الامور في العناد. ربنا سبحانه وتعالى ينقذهم من فرعون اللي كان يقتلهم ويفتح لهم طرق في البحر، ومجرد ما يمروا من البحر يلاقوا جماعه بيعبدوا حجر صنم. يقولوا لموسى ايه؟ شوف العاد، شوف الوقاحه وصلت لايه. بيقولوا للنبي بتاعهم اجعل لنا الها كما لهم الهه. ماديين عايزين يشوفوا الامور ايه، الامور امام اعينهم، لانهم لا يؤمنون بما وراء الغيب. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما تعبد هذه الامه في الصوره الثانيه الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. لما ربنا سبحانه وتعالى قال لهم ادخلوا الارض المقدسه، ادخلوا القريه وانتم ساجدين، مرضوش. ايه اللي حصل؟ واذ نطقنا الجبل فوقهم كانه ظله، خلى شال الجبل بامره فوق دماغه. ها هتدخلوا ولا مش هتدخلوا؟ دخل، لكن ما سجدوا على شق راسهم. قال لهم قولوا حطه، حطوا نون بين الحاء والطاء، بقت حنطه، الوقت جمح والشعير والحاجات دي، ها حنطه، ولم يقولوا حطه. شعب عنيد. كذلك الذين لا يقتنعون، تكلمه يقول لك لا انا مش مقتنع بكلامك. يا عم صل على النبي بس، فين الثوابت اللي احنا نتناقش عليها كده؟ في ناس لما تيجي تكلمهم تستغفر ربنا، لما تيجي تناقش معاهم استغفر الله ان انت فتحت الكلام معاهم. عشان كده ربنا قال سلام عليكم ايه؟ لا نبتغي الايه؟ الجاهلين. والجاهل هو مين؟ مش الذي لا يعلم. العالم ضد الذي لا يعلم. ربنا قال في القرآن قل هل يستوي الذين يعلمون والذين، انما مين الجاهل ده؟ ممكن يكون معاه بيتش دي، يكون معاه دكتوراه بس جاهل لانه احمق. مفاتيح الفهم عنده معطلها، هذه مشكله من العناد. فالعناد كذلك يؤدي الى ذلك. جلست مره مع واحد عربي هنا بيقول لي ربكم متجبر طاغية يريد أن يقتل الناس وأن يعذبهم. فضربت له مثال بسيط قوي، طبعا قبل آيات العذاب وكده، قلت له لو أنا قلت لك أنت بيتك فين؟ قال لي في المكان الفلاني. قلت له الشارع كم شارع يوصل لبيتك؟ قال لي مثلا بروكهرست ويوكليد مثلا وجيلبرت. قلت له لو أنا قلت لك في بروكهرست وأنت عندك معاد مهم جدا مثلا بعد ساعة، لو أنا قلت لك في بروكهرست في حادثة كبيرة جدا معطلة الطريق، فإياك أن تذهب من هذا الطريق حتى لا تتعطل، ولربما يكون في عصابات هناك بتضرب نفسها، بيضربوا بعضهم بالنار، والبوليس بيحاصر المكان، ممكن تصيبك إيه؟ طلقة منهم تموت. فأنا بقول لك إيه؟ بدل ما تمشي في بروكهرست مشي في جيلبرت أو مشي فين؟ في يوكليد. يبقى أنا كده جبار ومتجبر؟ قال لا، أنت بتنصحني. قلت له ما ربنا بيقول للناس إن في عذاب وفي نار، ابتعدوا عن هذه السيئات حتى لا تصلوا إليه، وأنا فتح لكم باب تاني أهو في طريق معبد محترم يوصلكم إلى جنة ربنا. عارف رد علي قال لي إيه؟ قال لي مش مقتنع. قلت له مع السلامة. كلمة واحدة مع السلامة انتهى الأمر. النوع الثالث أو السبب الثالث من أسباب انتكاس الفطرة التقليد. العالم أو اللي عنده علم بيفكر بعقل. خد بالك استمدنا الدين ده، عندنا الدين نوعين، عندنا عبادات وهذه بنصوص، قال الله وقال رسول الله، كلمة واحدة. وعندنا معاملات، المعاملات ديت لمصلحة العباد، عندنا فيها نصوص كلية العلماء يطلعوا منها أحكام جزئية تتطابق مع هذه الأمور، تتطابق مع إيه؟ مع مصلحة الناس. يقولوا حيثما كانت المصلحة
فثم يعني هناك شرع الله. شرع الله. المقلد غير كده. المقلد يقول لك ايه؟ مثلا نقول فلان ده شيخ عظيم ما شاء الله عليه. العالم يقول عنه مثلا كده. المقلد هيقول ايه؟ هيقول شيخ عظيم ما شاء الله عليه. طب ازاي شيخ عظيم؟ عشان ايه؟ اصل انا شايفه كده. شايفه ازاي يعني؟ عشان فلان جاي. لكن هو لم يفكر بعقل. التقليد ده ليه ثلاثة أمور، ثلاثة أنواع. تقليد الأولان تقليد الآباء والأجداد. وعشان كده في قاعدة في ديننا إن إيمان المقلد غير مقبول عند الله. يعني حضرتك لما توصل لمرحلة البلوغ أنت بتفكر وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يبقى لابد أن تكون مؤمن على اقتناع وعلى يقين. إنما وجدنا آباءنا على أمة. شوف عادات الناس، كثير من العادات من اللي احنا بنعملها بننسبها للإسلام، والإسلام منها بريء. الإسلام منها بريء. بل لما تيجي تعلم الناس سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأمور، الناس تغضب وتقول لك لا يا عم احنا تبعوا لنا عشان كده، انت جاي تغير ديننا ولا ايه يا عم؟ ده مش دين، هذه عادات. وهذا السبب الذي جعل كفار قريش يحافظوا على كفرهم. ابو طالب وهو بيموت النبي صلى الله عليه وسلم جلس بجواره يقول له ايه؟ يقول له يا عم قل لا اله الا الله اشفع بك، اشفع لك بها عند الله. وابو جهل يقول له لا 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 لا، هتسيب دين ابوك وجدك على دين الاباء والاجداد؟ قال على دين الاباء والاجداد يا محمد، ومات عياذا بالله. فاتباع الاباء والاجداد كمان في العقائد هذه مشكله كبيره جدا. ربما يكون عنده عقائد منحرفه فيمشي وراه مع ان عقله هو بيكذب. اه والله بيكذب. شوف تخيل انت لو ابوه عنده محل تجاري وهو درس بيزنس، وبعدين كلم ابوه قال له ممكن نشط لك المحل بتاعك ده لما تكسب في الدولار دولار، انا ممكن اكسب لك في الدولار 5 دولار، اتعلمت بيزنس. انت قلت فاشل. قلت فاشل فين؟ في الدولارات. انما في العادات السيئه انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مهتدون ومقتدون. هذه الاولى. الثانيه تقليد الحكام لمن له سلطة زمنية أو مكانية. شوف الفراعين اللي موجودين الآن على يعني جاثمين على صدور الأمة الإسلامية لم يعتبروا بفرعون ربنا غير رجل، ولم يعترفوا بالمجرمين الذين أهلكهم الله سبحانه وتعالى، ولم يعتبروا بالسابقين حتى في زمنهم الذي قتل في المجاري، في المجاري قتل في المجاري أمام أعينهم ولم يعتبروا به، لم يعتبروا به. تقليد أعمى عياذا بالله. تقليد الأخير اللي بيعمله شبابنا تقليد النظراء. تقليد النظراء يحلق له القزع ويحلق للديع الآخر ويسيب دي لوحده. النبي نهى عنه. بيقلد مين؟ بيقلد الكفار. ينزل البنطلون على جفاه. بيقلد مين؟ بيقلد الكفار. يقول لك أنا من جماعة الملحدين. يعني ايه ملحد يا محترم؟ قل لي يعني ايه ملحد؟ مش عارف يعني ايه ملحد. ما يعرف، ما يعرف. هذه أسباب انتكاس الفطرة. ولو رجعت إلى حقيقة الإنسان ستجد أن فطرته مركوز فيها الله الخالق الواحد الأحد سبحانه وتعالى. يقول عبد الواحد بن زيد يقول كنا في رحلة في سفينة فهاج البحر واغتلم، فملنا إلى جزيرة من الجزر فنزلنا فيها نبحث عن أي إنسان فلم نجد فيها إلا مخلوق واحد، إنسان واحد عامل حجر وعمال يتعبد له، فتعجبنا منه. سبحان الله، أيوجد على الأرض إلى الآن أناس يعبدون الحجر؟ فسمعهم. لاحظ هنا قبل ما نكمل القصة، هو عايش لوحده مفيش حد معاه، لكن ايه اللي خلاه يعمل حجره ويقعد يعبدها؟ لانه مركوز في فطرته انه عبد لاله عظيم مش عارف هو مين، فهذا فكره يعمل ايه؟ حجر وماده امامه وشوفها.
ويتعبد بها. إنما الذين ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى دول مجانين، مجانين. وكان لهم دول زي الاتحاد السوفيتي الهالك مش كده، والصين نسأل الله أن يهلكها، اللي موجودين على الأرض بعض الناس منهم، كوريا الشمالية، كوريا الجنوب الشمالية، شمالية، نسأل الله أن يهلك هذه الأفكار كلها وأن يعيد الناس إلى الحق وإلى الصراط المستقيم. بيحكوا عن مدرب الشيوعي راح أفغانستان في ذلك الزمن وبدأ يعلم الأطفال، ما هم بيشتغلوا على الأطفال بتوعنا زي ما بيشتغلوا هنا في المدارس في مرحلة الإعدادي والثانوي، يبدأوا يعملوا إيه؟ يبدأوا يدلهم أفكار الإلحاد. عشان كده بنقول للمسلمين عشان خاطر ربنا اهتموا بمدارس المسلمين، عشان خاطر ربنا اعملوا مدارس خاصة للمسلمين، بنقول لهم كده عشان خاطر ربنا، عشان تحافظوا على دينكم ودين أولادكم، بيبدأوا يعلمهم الكلام ده. ومش كده وبس، وبيسر لهم الأمور في الجرانت والأمور دي كلها عشان يدرسوا مواد وعلوم توصل للإلحاد والتشكيك في الله سبحانه وتعالى زي السوسيولوجي وغيره. ولما تروح في الجامعات هتجد مسلمين ملحدين دكاترة هناك رؤساء أقسام اسمه محمد أو محمود أو مصطفى أو عبد العزيز، وملحد، ملحد في الجامعات حولك، في الجامعات حولك هنا مش بعيد، يعني 10 ميل بينك وبينهم، عشرة ميل، ومن أصول عربية ومولود في بلاد العرب، وجي خد الدكتوراه هنا وألحد، وما أكثرهم هؤلاء الناس. شو بقى راح صاحبنا الشيوعي هذا عشان يعمل ايه؟ يكفر الشباب الصغيرين دول. فقال لهم كل ما تراه عينك موجود، وما لا تراه عينك يبقى غير ايه؟ موجود. ثم اشار الى الحائط، موجود موجود، الى اللوح السبوره موجود موجود، الى السقف موجود موجود، السماء موجود موجود، الله شايفينه مش شايفينه، لكن بنستدل عليه بايه؟ باثاره. مظبوط ولا ايه؟ ولا الحاجات كده اتخرجت من نفسها زي ما بيقولوا؟ طب بربك لو جبت واحد منهم وقعدته معانا والمصحف ده جنب لوحده مشى لوحده، انتوا وانتوا قاعدين لو المصحف ده طلع لوحده كده هتقعدوا؟ ولا واحد منكم بيستلم المسجد ولا اولكم، لان كل حاجه مترتبه على الاسباب. شايفين الاله؟ لا مش شايفين. قال اذا الاله غير موجود. فأجر الله الحق على يد طفل صغير، قال له ممكن أنا اسمح لي أطبق نظريتك؟ قال اتفضل. فمسح إيد الأستاذ قال لهم شايفين الأستاذ؟ الأستاذ موجود. طب شايفين عقل الأستاذ؟ قالوا لا. قال لهم إذا الأستاذ مجنون، من ينكر وجود الله مجنون، مجنون، من ينكر وجود الله مجنون. أهو اللي عايش في الصحراء في الجزيرة وحده عمل حجرة وقاعد يتعبد له، قاعد يتعبد له. فقالوا سبحان الله، أيوجد على ظهر الأرض أحد إلى الآن يتعبد للحجارة؟ فسمعهم قالوا ومن تعبدون؟ قالوا نعبد الله الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطان. كيف عرفتموه؟ قال أرسل إلينا رسولا هو محمد صلى الله عليه وسلم. قال وكيف هو؟ قال علمنا الدين ثم انتقل إلى الرفيق الأعلى. قال هل معكم شيء مما علمكم إياه؟ فتلوا عليه بعض آيات القرآن الكريم. فلما سمع القرآن اهتزت مشاعره والتقت مع فطرته وقال ما ينبغي لمن يكون هذا كلامه إلا وأن يعبد. كلامه ده لابد أن يكون إله عظيم، دلوني كيف أعبد هذا الإله. فدلوه على الإسلام. فلما أرادوا الرحيل قال خذوني معكم ولا تتركوني على هذه الجزيرة، خذوني معاكم أمشي معاكم حتى تعلموني الدين. فلما جن الليل، لما جاء الليل وبدأ الناس يعني يقسموا بعضهم، ناس هتنام وناس هتسهر، سألهم سؤال، ما هو مش عارف الإله اللي بيعبده ده، هو صدق لكن هو عايز يتعرف عليه. فسألهم سؤال، أهذا الذي دللتموني عليه ينام؟ هل ربنا بينام؟ قالوا لا، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، سبحانه جل الجليل سبحانه وتعالى. فقال كلمة عجيبة، قال إن من سوء الأدب أن ينام العبد بين يدي مولاه. من سوء الأدب إننا نام ومولاي ما بينامش. ثم قام وتعلم الوضوء منهم وبدأ يصلي طوال الليل، لما يتعب بينام.
حتى وصلوا إلى المنطقة التي يريدونها. لما نزل عبد الواحد بن زايد قال كلمة عجيبة، قال لهم الرجل ده عايش في جزيرة ما يعرفش الفلوس وما يعرفش التعامل، كل واحد يطلع كده شوية فلوس ولم شوية فلوس ليه وبيديها له. فقال له إيه؟ قال له يا هذا والله إنكم ما عرفتم الذي دللتموني عليه، أنا ما أخذ منك شيئا، أنتوا مش عارفين اللي أنتوا دللتوني عليه، لو أنتوا تعرفوه ما كنتش عملت معاه كده. قال ولما؟ قال إنه كان يرزقني وأنا وحدي في جزيرة أعبد غيره، فكيف إذا عبدته أيتركني بدون أن يوصل إلي رزقي؟ قال له ما هو ده السبب، ما هو إحنا الأسباب بتوع الأرزاق، الأسباب للأرزاق، ربنا هيأنا كده عشان نكونوا أسباب للأرزاق. وعاش فترة طويلة إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى. يقول عبد الواحد بن زيد دخلت عليه فوجدته يتلو، أي سمعت صوت يتلى وليس حوله أحد، الله يعني كأن ملكا يتلو هذه الآيات: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. من أسباب الإلحاد انتكاس الفترة، ومن أسباب الإلحاد الأخيرة الناس ما يفقه فقه الابتلاء. يقول لك يا أخي المسلمين كل يوم يموت منهم مئات، في كل بلد يموت فيها ناس، أديك شايف فلسطين راحت وسوريا اتبهدلت والعراق مش عارف إيه ولبنان فيها إيه ومصر اللي انت شايفه واليمن انت عارفه والروهينجا اللي مش عارف إيه والشيشان حصل فيها إيه وأفغانستان إيه، ويعدد ويعدد، هو مش فاهم، مش فاهم فقه الابتلاء. ربنا سبحانه وتعالى لما خلق هذه الأمة أعلمها أنه سيبتليها، هيبتليها ليه؟ عشان يطلع خير ما فيها. قال ولنبلونكم بشيء، شيء من بشيء ومن الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، لكن عقب بعدها قال لك إيه؟ وبشر الصابرين، أصبر وأدي حق الله سبحانه وتعالى وسيأتي موعود الله. قال حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. مش ينصر أهل الحق فقط، لا، وينتقم من أهل الإجرام. ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. من هنا إعادة مرة ثانية لإحياء مركوز الفطرة بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، من واقع فقه الأنبياء وقصصهم إن شاء الله من الخطب القادمة. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يثبتنا على الإسلام وأن يحينا على الإسلام ويمدنا على الإسلام وأن يحشرنا في زمرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، أو كما قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له ادعو الله.